يلا يلا تعالوا نمسحها. واحد لحظة أنا غمض أنا ما قد صار أنا أبي أجرب. يلا غمض. أحس أميرة. واحد ثلاثة أنا دينا طب قولي لنا وش السالفة. لحظة كان في مسألة اختصار ما عرفت تحلها. ما توقعت أنا أبدا ولا فكرت أنا ولا تخيلت ولا أنا من يوم ما شفت هذا ذكرت أولى. هذا حقي كتاب أولى ابتدائي حق اللغة دفتر أتذكر مرة قديم أتذكر خاصة الدفتر أتذكر كانوا يطبون على البنات عشان يلعبون فيه. كنت دائما بالحصة أسوي كذا. طب وش مكتوب فيه؟ هاي لقفة يا لقفة. يعني عشان انتم تشوفون هذا كان في اولى والتمهيدي وهذا حق اولى. شوفوا هذا مكتوب عليه هنا دي المادة تصل للصحة ماني ملقوفة. خلنا نشوف قديم زمان ما فتحته مرة صراحة انا ما توقعت انا ابدا. شوفوا كنت أول مرة أكتبه أتذكر مرة كنت أتعب وأنا أكتبه. شو أنا ما أبداً ما توقعت إن لي أبداً أبداً أبداً. مرة تفاجأت مرة هذا فصل هذا بعد حق أولى. ناظر هذا يقدمي أولى مرة كتير. اي تذكرت تكتبون قطعة القاف قطعة الذال قطعة العين. مرة قديم ما شاء الله. هذا خطك وين؟ انا كان خطي الكاف كنت اتذكر هذا باليا الله باليا الله باليا الله ثبتها. هذا قاعد اتذكر اشياء مرة ما توقعت لي. طيب بكلم الجمهور على جنب عادي. اصبر جمهور تدرون أنا من الأساس كنت أنا جاية بتلقب على دينا وفعلاً تلقبت الحمد لله عجبة. شو تقولين؟ ما قلت شي أنا كنت بتلقب على دينا بس الحمد لله أميرة انقذت الموقف. أي بلقبة الحمد لله أميرة انقذت الموقف. أميرة اللي تلقبت مو أنا ولا أنا أقدر أشوفها بالإعادة. إيه شوفوا هذا ما صار شي. كنت أكلمه عن كتاب لغتي القديم ما صار شي. شوف لحظة شوفوا هنا حرف الميم ما شاء الله ميم حرف الباء. كنت شاطرة في لغتي؟ ايه انا بالعكس اكره لغتي مرة. هذا عشان هذي من اسمها لغتي على بحر الحزين الذكر صار كانت تكتبه. ايه عرفوا وشو بدايته؟ على بحر الحزين ايه فوجد الماما. انا ابدا ما توقعت لي ابد. توقعت اكثر شيء توقعت الاميرة. انا توقعت النورة. لا انت توقعت الاميرة. لا انا من اصلا اساس كنت اعرف انها الدين عشان بالبداية كان الاميرة وبعدين انا. فقلت مستحيل انهم على طول يعني يمين لا يسار مستحيل يسوون ذي الحركة يكملون يمين مو يمين لا يسار يمين لا يسار لا كذا. شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.